لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور عن ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده يا رب. نادرين علي يا رب، لكن دابح ارنب مفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. يا مهندس منك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى أني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحدة ونص. اسمع كده. ايه رأيك؟ فتحي باشا يا أساتذة، مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في ألعاب معينة يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكيس نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ يا انا بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفلنا المدرسه. انت بتضحك عليه؟ يا نهار مش بايت عليا وعلى خديني. اوعى اطلع يا رمضان، اوعى. بس يا ولد انك تلوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. نعم أداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مدرمة جزم. يستطيع ايه يا أخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الفعل الولد ماشي بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا، اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الترع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه
تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي ده، هي ده، هي الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل. اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال اقف هنا. تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أتت جزم؟ أيوة. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب. يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص يا أستاذ. فيرب يا ولد، بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري، عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير، أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدي وناخد من 3 نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بنت، عدي يا بنت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه ياخدوا حصه؟ يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا ابن الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر
استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. والنصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يالا اقعد انت يا بت، اقعد على التخت بتاعك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته ترمي. انت يا عبد الحليم يا حافظ اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ده بشعر معفن، انت تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. يا اختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزهم ترزهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السودا جايه لحد دماغك، بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصحه، انبسط. أمانة عليك وأنت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشعك منك هذا اللي يتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري، وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا بنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله، حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير، وبابا عايز يسميني وائل، اتخلق. أمي كانت حامل في شهر رابع، فهو مش عايز ألعق يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فأمي تقول لا أمير ودي تقول وائل. بعد اسكت بقول لك، ما هو بعد بقول لك اسكت. أني مالي؟ أني مالي يا رزق؟ أنا ما أحب أندهك. أقول لك إيه؟ يا جلال يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. أنفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، أن اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام ده مش ليك انت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا بحبش الحلفان، انجز عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو انتوا فاكرين أن انتوا مسنودين أني كمان مسنود. يوه what's going on people؟ اهلا اهلا يا حيلتي، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ take it easy, she had boyfriend problems so I came to sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah, so I just, you know, stepped up to her and said, well, what's going on with me, what's wrong with you man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا غوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقه اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب. مش لا معاي. في كتاب، هات يا بنت الكتاب ده. ايه بس رنا سقط. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولي.